زي ما قلنا لكم كده من بداية الحلقة، الفقرة دي هنسمع فيها صوت حلو جدا جدا، رغم انه سنه صغير تقريبا 15 سنة، الا انه ناس كتير قوي اتمتعت بصوته من خلال مشاركاته في مسابقات الغنى، وهو كمان عضو في اوبرا الاسكندرية تحت قيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار من حوالي 7 سنين، يعني تقريبا نص عمره لحد دلوقتي كان مشارك في دار الاوبرا. النهاردة منورنا في الاستوديو يعني الموهبة الجميلة جدا خالد حميدة. ازيك يا خالد؟ ازيك حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله منورنا. نوركم. ازيك يا خالد؟ ازيك منورنا يا خالد. طبعا يعني سمعنا صوتك كده قبل ما نطلع هوا، يعني حاجه كده ما شاء الله، طبعا نسمعها مع الساده المشاهدين ان شاء الله باذن الله. قولي دلوقتي انت في سنه كام؟ يعني عرفني كده عن نفسك. انا داخل ثالثه اعدادي. داخل ثالثه اعدادي. سنه انا 15 سنه، يعني شهر الاربعاء اللي فات تميت 15 سنه. سيدي على الدقه. بس انا يعني متاخر سنه لان مدرستي لغات. كلنا تقريبا اتاخرنا سنه، يعني ده ما تقلقش يعني. طيب خالد، كلمني كده عن صوتك الحلو وموهبتك، مين اللي اكتشفها وبدات من امتى تغني بقى تحديدا؟ والله انا بدات بالظبط كان من كي جي 1، يعني كنت 6 سنين على ما اعتقد او 7، يعني مش متذكر دي. فهي كانت الميس في المدرسه، كانت ميس الموسيقى، هي اساسا اختي كانت بتغني، فهي سمعت صوتها، فانا كنت بقف معاهم في الكورال وكده فكنت بغني. فمره غنيت في البيت فاختي سمعت صوتي وراحت قالت للميس اخويا بيغني وكده، فمره وقفتني مره وسمعتني كده في الغرفه بتاعه التدريب وكده، فقالت لي صوتك حلو جدا. فبدات اطلع حفلات يعني قدام مثلا الاداره بتاعه المدرسه، حفلات في المدرسه بره المدرسه كده. ومن هنا بقى بدات تعمل حفلات بقى في الاوبرا. دار الاوبرا الاسكندريه. لا احكي لنا كده، رحت دار الاوبرا ازاي؟ دي مش اي حد المفروض يعني ان هو بيقدر يغني فيها. هو كان في اختبارات، بس هي الميس قالت لي ان في اختبارات وكده، ومع ان يعني كان الميس كان ليها ناس تعرف حد يعني في الاوبرا ان انا اخش، بس انا ما حبيتش كده، يعني انا حبيت ان انا دخلت الاوبرا بالاختبارات. تمام، دخلت وعملت الاختبارات واتقبلت. بس طب يعني انت عمال بقى تقول انت رحت واخترت الطريق الصعب ومن غير يكون في اي حد هناك ليك، سمعنا بقى يعني. سمعنا بقى الحل. ايوه سمعنا كده حاجه حلوه كده على ذوقك. طب اسمعك يعني بديت الحلقه كده لاجل النبي. مش طبعا عايز صوت السلام طبعا. يا خالد، طيب خالد يعني انت قلت حاجه كده فيها انشاد ديني، هل انت بتحب الانشاد الديني اكتر ولا بتحب كل انواع الغنى؟ والله انا بحب انوع في الغنى، انا ما بحبش ان انا يعني ابقى معين في حته، يعني في حته واحده. انا بغني قديم، بغني جديد، بغني انشاد ديني شعبي بس. طب انت درست حاجه يعني لجانب طبعا دراستك والمدرسه والحاجات دي كلها، بس هل اخذت اي حاجه تساعدك على ان انت تتقن الغنى اكتر؟ لا، هو كان في بس في الاول خالص كان في مايسترو محمد حسني. كان بيدربني برضو في الاوبرا، بس ده يعني جانب اخر من الاوبرا. ده كان بيدرب بقى السولفاجات ويعني حاجات خاصه بالصوت فقط. بس فهو كان بيدربني، وبعد كده انا حاليا بيجي لي في البيت المايسترو احمد رجب بيمرني برايفت كده بالصوت برضو نقامات، وبيمرني على كل حاجه. طيب خالد، انت شاركت مع الفنان الكبير طبعا الكوميديان الفنان احمد حلمي في برنامج ليتل بيج ستارز، صح؟ احكي لنا كده عن تجربتك معاه كده، واستفدت ايه، والموضوع كان ماشي معاك ازاي؟ والله انا كنت يعني انا استفدت كتير، استفدت ثقه على وقفة المسرح وتمام. وهو اساسا يعني الفنان احمد حلمي شخصية جميلة جدا على الحقيقة، خارج طبعا الافلام طبعًا اللي بيعملها وكده، هو شخصية جميلة جدا ومرح، ويعني بيطمنك قبل كده، بيطمنك في الكواليس قبل تطلع على المسرح، وهي كانت حلقة جميلة جدا يعني. بس حلوة قوي. طيب خالد، انت شاركت في اي مسابقات للغنى تانية غير ليتل بيج ستارز؟ لا ما شاركتش. طب كلمنا عن المواهب الحلوه اللي كانت معاك برضو في المسابقه، يعني احنا عرفنا ان كان في مواهب كتير وكان اصواتها حلوه قوي. لا هي كانت مواهب متنوعه، يعني ما كانتش مواهب يعني كلها غنى بس، لا كان في رقص وكان في حاجات كتير جدا. لكن ما كانش في حد بينافس معاك على الغنى؟ لا كان في، بس ما كانش كله، يعني كان في مثلا بعض، مثلا واحد في كل حلقه، مثلا اتنين في كل حاجه كده يعني. بس انا يعني ما حالفنيش الحظ، يعني ما قابلتش حد هناك. حلو قوي. طيب خالد، ايه رايك نسمع حاجه كمان بقى؟
طب اسمع حضرتك جرح تاني. يلا يا سيدي. يا لهوي. يلا نقطع شرايننا دلوقتي. نكد ادخل علينا بالنكد. نقطع شرايننا على الهوا كده يا خالد. خالد عايز اقول لك ان هم قاعدين بيقولوا جدا والله. انت جامد طبعا تحبوا انت النكد على طول. لا والله ما بحبوش بس هو يعني هو احساسه واصل. اه ما شاء الله يعني روحك باينه جدا في صوتك يعني ان شاء الله كده يا ربنا يوفقك. طب كمان معلش سوري ان انا قطعتك يا شريف. انت صوتك يدي قوي على الاغاني اللي فيها مواويل وشعبي وقريب جدا من اغاني الاسى كده. لا ما هو هيسمعنا انت هتسمعنا حاجه فرح بقى في الاخر كده عشان ايه ما مش هنسيب الموضوع يمشي كده. طيب قول لي دلوقتي انت بما انك دلوقتي في الاوبرا انت استفدت ايه دلوقتي عامه من خلال مشاركتك فيها من 7 سنين؟ ايه اللي اكتر حاجه حاسس انها اثرت فيك؟ والله هو انا الاول كنت في الاوبرا كنت بقف كرول. اوكي. بس يعني بدات بعض الوقت وكده ويعني بدات ان انا ايه اقف على المسرح واغني سولو واغني اغاني لوحدي سولو وكده بس فاكتسبت يعني ثقه ان وقفتي على المسرح مسرح كبير زي دار الاوبرا يعني ويعني صحبت على ناس جديده يعني شفت حياه يعني احسن. كان ايه احساسك بالجمهور طيب لما وقفت قدام الجمهور؟ لا احساس صعب. هو كان في اول يعني حضرتك اول ما بتطلع على الستيج وتمسك المايك وتغني وكده تنسى كل حاجه. خلاص ايوه بالظبط. اضاءه في وشك والاضاءه بتقفل على الجمهور فخلاص. ايوه فانت بتبقى واقف بقى انت بتعيش مع الاغنيه اللي انت بتغنيها. مالكش دعوه باي حد قاعد كده بس. حلو قوي. طيب يعني بص يا خالد عشان الوقت بيجري واحنا مبسوطين قوي ان احنا بنسمع صوتك الحلو فانت غنت لنا يعني حاجه دينيه وغنت لنا حاجه كئيبه شويه. تسمعنا ايه دلوقتي؟ ايه رايك في حاجه شعب؟ ايه؟ ليالينا. لا دي نكد. دي ورده؟ دي نكد. احنا عايزين حاجه انا قلت لك فرحنا. انت يعني هتقفل معانا فقره بتفرحنا. اللي انت عايزه. حاجه شعبي. تغني شعبي. شعبي. تغني شعبي؟ يعني مثلا زي ايه؟ انت حافظ ايه في شعبي؟ يا دنيا. لا لا مش. طب خلاص غني لنا يا ليالينا. هو ليالينا حلوه يعني في حاجات هو بتبقى على باله دايما بيدندنها ف بس مش هنقفل الحلقه معاك غير لما تغني لنا حاجه تفرحنا. حاضر بس ايه يعني الاغاني الشعبي وكده وفراشي فبتحتاج اللي هو ايه ميوزك وبتحتاج ايوه فاهم قصدي. لا هنطبل لك احنا ما تسقفش لك يعني هنقوم احنا بال يلا غني ليالينا. عارف ان انت شاطر قوي يعني قوي حلو قوي صوتك حلو وبتغني يعني اغنيه ليالينا دي واغاني أغاني صعبه جدا أغاني صعبه جدا بس انت يعني انا والله اشعرت وانا بسمعها. انت برافو عليك. طيب اخر سؤال بقى عشان احنا خلاص للاسف وقتنا بيجري. انت ايه اللي نفسك تحققه وتوصل له في مجال الغنى ونفسك تغني مع مين؟ والله انا يعني نفسي باذن الله ربنا يكرمني يعني باذن الله ابقى مشهور كده إن شاء الله. بس وألاقي جمهوري يعني. مين الـ النجم او الفنان اللي انت تحب تعمل معاه ديو او تعمل معاه اغنيه او فنانه ست يعني؟ يعني حاليا تامر حسني. انا بحبه جدا يعني بحبه. انت هتقفل الحلقه بقى. وجه رساله لتامر حسني يعني منشن على طول عشان منشن عشان خاطر خالد. رساله كده للنجم الكبير طبعا تامر حسني نجم مصر والوطن العربي يعني خالد بيحلم يا تامر ان هو يعني طبعا يقابلك وانه يغني معاك ويعمل معاك دويتو. ان شاء الله هتتحقق. ان شاء الله هتتحقق. ويعني تامر دايما انت عارف ان هو لما بيوصل له حاجه مش هيسيب حد. تحس انه تامر مش هيسمع كلام حد غير شريف. كنا كلمنا تامر مش هيسمعنا. بس هو تامر معروف ان هو بيتبنى المواهب الشابه وبيدعمهم جدا وكمان كان عامل اغنيه مع اطفال من فتره بالظبط. الله شاهد. جدا الله شاهد بالظبط. مظبوط. طب ما تغني لنا حاجه بقى لتامر واحنا يلا حاجه من نبي فرايحي بقى. هي حاجه فرايحي بس يعني انا مش حافظها قوي يعني. ماشي يعني دندنها. طب ليه منها كده نغششك لو احنا حافظينها يعني. تلاش انا هتلاقيني حافظ كل الاغاني. تلاش معاك. وانا حافظك جميل. يعني يا خالد نورتنا جدا جدا وان شاء الله يا رب يعني مستقبلك كده توصل لكل حاجه انت نفسك فيها وتبقى نجم مشهور وتبقى مبسوط في حياتك. شكرا لك يا خالد. مستقبل ان شاء الله. انا اسعد والله. توفيق يا خالد نورتنا. يعني يا خالد بص يعني بقى ايه كلمنا بعد كده وعبرنا بقى ولما نيجي نكلمك نقول لك تعال لنا كده ما ايه ما اوعى تقفل تليفونك ماشي. ان شاء الله يا حبيبي ليك مستقبل كبير جدا ما شاء الله. اهم حاجه تفضل مركز وعارف هدفك رايح فين
وبلاش تنجرف وراء اي حاجه، ركز لا. على هدفك وحلمك، دي اهم حاجه. كده هتكون خلصت فقرتنا النهارده مع يعني النجم الكبير رغم سنه الصغير خالد حميده. هنطلع لفاصل ونرجع لكم على طول مع فقره تفسير الاحلام. فاصل ونرجع على طول.